اهلا بكم مره اخرى عوده، ومعانا ضيفين من العيار المحترم الفاهم اللي ما بيجاملش اللي عنده وجهه نظر. كابتن احمد بلال اهلا بيك، هبتدي بيه لان عايز اقدمك بطريقه مختلفه، لان كابتن بلال دلوقتي قديم معانا في البرنامج. قدمنا قبل كده وقعد اكتشف، انا مكتشفه البرنامج بصراحه، مفاجاه جميله ليا. اما الكابتن عادل طعيم اسمحوا لي، هذا رجل لم يوصفه التاريخ الكروي بالقدر الذي يستحقه. عايز اقول لكم حاجه، هذا الرجل هو بطل موقعه 85. الناس اللي عماله بتقول الاهلي وقفنا خمس جيل 17 لاعب ولعبنا بالناشئين، لو لم يكن الكابتن عادل طعيم جاهز بفريقه ومحضره كويس قوي ومختاره بعنايه شديده، لكان مسار الكره في النادي الاهلي ربما في هذا الجيل اختلف كثيرا. كابتن عادل طعيم عندما اوقفنا اللاعبون وجه الكابتن حسن قال له فرقتك جاهزه يا كابتن عادل؟ قال له جاهزه يا فندم. وقعد جنب الكابتن الجوهري في هذه المباراة وكان هو الأقدر أن يحمل على العناق. كابتن عادل أهلا بك. أهلا بك كابتن عادلي. وطبعا إحنا كلنا ما نقدرش نقول إن غير إن إحنا معلش يبقى بيجي لحظة كده في التاريخ ولو متأخرة إحنا لازم الناس إحنا تعرف إحنا جنود مخلصين بإذن الله تعالى لهذا النادي العريق، ومش أنا اللي جهزت الفرقة، انا بدرب الفرقه، بس اللي طلعني المانيا قعدني شهر في المانيا، لعبت 11 مباراه في المانيا. كان ممكن جدا نروح المانيا نهايه كانت فرقه كام ساعه الناس تعرف تحت 19 سنه لعبت 11 مباراه في المانيا قبل ما يرجع مصر استعدادا للموسم بتاعه الناشئين. فكان النادي الاهلي الاول وفر لنا اسبوعين في مرسى مطروح في المعسكر بتاع النادي، فكنا بنصحى الصبح الفجر نصلي الفجر ونجري 7 كيلو على الرمل ونرجع نلعب هاند بول وفولي بول بالرجل والقدم، ثم طلعنا عملنا ماتشات وديه في مصر، ثم طلعنا المانيا. لما رحنا المانيا لعبنا 11 مباراه في 11 مدينه، من فرانكفورت لبرلين لبريمن، كل الانديه الكبيره اللي احنا لعبناها. ما تصورش الصحافه بتقابل المحافظ، بتنزل من المطار تلاقي الاتوبيس واقف وبيديلك البرنامج بتاعك، رحله في الخيال. اذا كان اعداد على اعلى مستوى لم تتوقع. النادي الاهلي اللي وفر هذا الكلام، طب مجله الاهلي ساهمت بجزء، الاخ عبد الاحد ساهم بجزء، الرحله ما كلفتش النادي اي حاجه. لما رجعنا كان الاولاد لاعبين الماتشات دي كلها، وبالتالي الاولاد كسبوا الزمالك وكسبوا بعد كده ماتشين وخدوا كاس مصر. اذا النادي الاهلي وصاحب الفضل هو اللي صاحب الفضل مش انا، وانت السبب. ربنا ماشي. يكرمك ربنا يكرمك. النادي الاهلي صاحب الفضل في كل شيء، لكن انا عايز اقول ان هذا الاعداد يا كابتن بسرعه كده عشان نرجع لموضوعنا، بيقول ادي شكل الناشئين في النادي الاهلي وكان يحدث لهم، لذلك ما كانش الجيل ده مفاجئ لما جه نزل الملعب. المفاجاه كانت عند نادي الزمالك انه شاف هذا الاستعداد. قدم مين الجيل ده؟ جيل 85 كلهم. اولا اثنين، واحد منهم راح كاس عالم، واحد لعب في المانيا، ايهاب جلال حارس المرمى وخالد مصطفى راح كاس عالم. وبعدين في ابراهيم حسن، في احمد محمد سعد، في ضياء عبد الصمد، في احمد جمال، في حسام، في ابراهيم، في ايمن اسماعيل، حماده مرزوق. نعم حماده مرزوق، في محمد السيد، يعني حماده مرزوق وطارق خليل. طارق خليل اعتقد كان طارق خليل جاب الجول الثالث على فكره. ايوه وحماده مرزوق واحمد طارق خليل اللي طار محمد صلاح صحيح. فبرضه من طارق خليل حصل كده مشكله في المانيا وكنت هنزله علشان كان بيلبس الشراب متاخر شويه عشان كان قاعد احتياطي. بعد المباراه اشاد بالنادي الاهلي والتربيه اللي موجوده في النادي الاهلي. طيب كانت انطلاقه جيل كبير. هذه كانت لقطه بالمناسبه عشان كل واحد برضه ياخد حقه. كابتن طب كابتن عادل، متابعين كاس الامم والدور الاول خلاص بكره ان شاء الله ينتهي، بكره مبارياته اللي هتاثر في تحديد الثالث، لانه تونس في المجموعة الخامسة هتلعب موريتانيا، ومالي هتلعب أنغولا، وفي المجموعة السادسة غانا بتلعب غينيا الاستوائية، والكاميرون هتلعب بنين. طريقنا هيبان من خلال ماتشات بكرة، لكن حتى الآن أبرز ظواهر البطولة بالنسبة لك إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية في فرق جاية مستعدية كويس زي المغرب وزي الجزائر وزي السنغال وزي مالي، وفي فرق
دايما بتيجي بمشاكلها زي نيجيريا والكاميرون وغانا، يبقوا جايين ليهم مستحقات وعايزين فلوس. وفي فرق هي متواضعة فنيا، لكن مع التطور اللي موجود في القارة، تغيير مدربين وجيب مدربين أجانب وفي ملاعب وفي بنية تحتية، ابتدى يبقى فيهم نجوم. صحيح ما بيلعبوش في أوروبا في أندية كبيرة، ولكن بيلعبوا في أوروبا في أندية عادية. دول عندهم طموح قوي جدا إن هم يثبتوا كفاءتهم، وعارفين إن المدرج مليان وكلاء لاعبين وجايين في شراسة في الأداء. لو تلاحظ إن الماتشات الأولانية والدور الأولاني والدور الثاني في التحامات قوية جدا وشراسة جدا في الأداء. بيقابلها مثلا زي ما حضرتك سمعت حضراتكم تيم غانا يمد رجله ويشيل رجله، ونيجيريا نفس القصة. بعكس الفرق الشمال أفريقيا هتلاقي الكور المشتركة بتاعتهم، الجزائر والمغرب بتترس على الرغم من الأجسام الرهيبة اللي موجودة في ماتش السنغال والجزائر. هم كمان الجزائر أجسام هايلة جدا، بس برضه في بس لما تقارنهم بالسنغال حاجة تانية، يعني حاجة تانية من حيث القوة ومن حيث السرعة ومن حيث التحمل والحاجات دي كلها. فالنتائج كلها قالت انه تيم المغرب استعد كويس قوي، حتى الراجل كان بيلاعبهم في توقيت الحر جدا في المغرب عشان عارف ان اول ماتش هيلعبه هيبقى في حر شديد وفي رطوبه شديده، ويصمم ان يلعب ماتشاته في مراكش مفيش في الرباط، ويجي هنا يلعب الساعه 4 في نفس التوقيت ويهاجم مهاجمه، على الرغم ان هو طبعا عمل في كاس العالم عمل يعني اداء رائع. يعني تيم الجزائر نفس القصه برضه، عمل دي عشان الناس اللي بتهرج على كلمه الساعه البيولوجيه، هو ده طبعاً السبب طبعا، وبيظبط الاداء في التاقلم البيولوجي. التاقلم البيولوجي مش بالضروره مش ساعه يعني بتدق يعني في جيبك الهوات التاقلم البيولوجي. التاقلم البيولوجي جسمي في حاجه اسمها الساعه البيولوجيه بتتظبط طبعا. يا باشمهندس حضرتك لما بتيجي تنام وتصحى في توقيت محدد تاني يوم تصحى الوقت غير منبه في نفس التوقيت، حتى ولو نمت متاخر او نمت بدري برضه تصحى في نفس التوقيت. فده شيء مهم جدا. وانت احنا لما كنا بنروح نلعب في افريقيا كنا دايما المدربين كل المدربين الحقيقه يعني سواء اذا كانوا اجانب او مصريين يعني لازم ميعاد المباراه قبليها ب 48 ساعه لازم يمرنك في ميعاد في نفس ميعاد المباراه. يعني هتتمرن الساعه 3 هتتمرن الساعه 3، لا مش هتتمرن بس الساعه 3، انت هتتغدى الساعه 1 او الساعه 12، هتتمرن الساعه 3، هتقوم 9 الصبح بتشتغل نفس يوم برنامج يوم المباراه بحيث لما تيجي يوم المباراه يبقى انت خلاص تاقلمت، اتكيفت على كده، جسمك تاقلم خلاص، انت تاقلمت بتفكر بنفس التفكير. ما عندكش ما بتخرجش بره كمان اطار التفكير بتاعك، ما عندكش مساحه تانية انك تفكر بره خالص، لان انت بتشتغل شغل المباراه نفسه كل يوم. فبالتالي لما تيجي ميعاد المباراه نفسها اللي هتلعب فيها انت اتعودت كده، عودت جسمك على كده، عودت كمان فكرك على كده انه اشتغل بالشكل ده. عشان كده يعني انا مع الباشمهندس عادل طبعا في حته الساعه يعني مهمه جدا 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 في حاله واحده طبعا. عشان تاريخيا يعني انا سالت مستر فايتسا كان بيمرن بالليل وكنا هنلعب الترسانه في الكاس المصري الترسانه وبعدين المصري في الفاينل. فقلت له يعني ليه هم بيمرنوا الظهر وانت بتمرن بالليل؟ قال لي انا هلعب احتمال العب 120 دقيقه. قلت له الساعه البيولوجيه؟ قال لي انا مدرب 247 تدريبه، الساعة اتظبطت مش آخر تدريبتين هيخلوا بيها، فدي محسوبة. لكن لو هو عمل حساب إنه كمان شهر هيلعب ما كانش هيعمل كده أكيد. يلا أنا قلت كل الجوانب. إذا يا كابتن أنت شايف إنه الجزائر جاية جاهزة والمغرب جاية جاهزة، في شخصية مدرب اثنين مدربين شخصيتهم فرضها على النجوم. فتلاقي الراجل بتاع الجزائر زي ما النهارده مخير 9 جمال بالماضي ورياض محرز قاعد احتياطي، بنجاح قاعد احتياطي على الرغم ان هم نجوم كبار جدا، عامل جو المحبه من المحبه والانسجام والانضباط في الملعب. يعني ما فيش حد وبعدين فنيا بقى لما يلعب مع السنغال ينزل ولد صغير كده اسمه يوسف عطال يمسك ماني، تخيل ما يمسكوش كوره طول الماتش. مين طبعا اتهاجم جدا في التشكيل وقال ازاي ان الراجل ده بيلعب ولد صغير عليه. احنا شفنا ماتش الجزائر والسنغال عمل ايه،
فطبعا اسماعيل بن ناصر يعني ولاد صغيرين موجودين الراجل بيدفع بيهم، ده فكر مدرب. وكذلك الراجل بتاع المغرب فرض شخصيته بشكل قوي جدا، واللعيبه بتحبه بتحترمه واداؤه اكتر من رائع. فالجوانب النفسيه دي مهمه جدا، بعكس السنغال نجوم كويسه قوي لكن المدير الفني مش مسيطر على الاداء. واحنا شفنا النهارده اداء السنغال مش الاداء اللي احنا كلنا كنا متوقعين. كابتن احمد، نتائج النهارده تابعتها طبعا، الجزائر تكسب تنزانيا والسنغال تكسب كينيا، يعني البقال الاقوى جوله بدون اي مفاجآت، والمغرب بتكسب جنوب افريقيا والكوت ديفوار بتكسب ايضا 4-1. شفت النتائج دي ازاي؟ بص، البقاء الاقوى دائما وابدا في البطوله دي، احنا يعني مدغشقر دي استثناء، حاله استثنائيه ولكن مش هتدوم في البطوله من وجهه نظري الشخصيه. يعني عملت مباراه مع نيجيريا، مباراه جيده، قدرت تكسب 2-0 خلاص، بس كانت نيجيريا انت كسبانه مباراتين فالامور بالنسبه لها يعني كانت سهله يعني. اللي عجبني الحقيقه في البطوله دي الشمال الافريقي كله، تونس، الجزائر، المغرب، تونس كمان عجباني جدا، اداء ممكن يكون ما بتكسبش او عندها صعوبه في المكسب، وما لعبت مرتين تعدوا في مرتين، ولكن فرق عندها تكتيك، عندها شغل، عندها شخصيه في الملعب. انا بحب دايما الفرق اللي عندها شخصيه في الملعب، في وقت الازمات هتلاقيها موجوده. يعني المباراه اللي جايه هي الاسهل بالنسبه للمنتخب التونسي، هتلعب موريتانيا حسابيا، هي المباراه الاسهل بالنسبه للمنتخب التونسي، فمن الطبيعي ان المنتخب التونسي فورق خبره كبيره ليها على هيعدي المباراه القادمه فهيخش على دور ال16. الفرق اللي عندها شخصيه دي الفرق اللي ما تقلقش عليها في الادوار النوك اوت، الدور ال16، الدور ال8، الدور قبل النهائي، ما تقلقش على الفرق دي، الفرق اللي زي المغرب، الفرق اللي زي الجزائر، الفرق اللي زي تونس. الحقيقه حتى كمان باين تاثير المدربين عليهم، باين تاثير المدربين الفنيين عليهم. اللي عجبني النهارده في الجزائر مش بس انه كسب 3-0، ان نفس رتم الاداء ما بيتغيرش، نفس التاكتكس ما بيتغيرش، بمجموعه تانية خالص من اللعيبه، بتغير المجموعه من اللي بتغير 9 لعيبه، بتغير تيم كامل وبتحافظ على السيستم. ولكن الشغل اللي بيشتغله المدير الفني، التكتيك اللي بيحطه النهارده المدير الفني هو اللي بيشتغل عليه اللعيبه. ممكن اسالكوا سؤال برضو هتكمل انت والكابتن عادل، انت شعرت ان الجزائر في فوارق بين البدلاء والاصليين، ولا شعرت ان هم يعني لو غاب حد ما فيش حاجه هتتهز يعني؟ اطلاقا ما فيش فرق خالص. انت بتشعر بالفرق يا باشمهندس لما تحس ان السيستم فيه خلل، التاكتيك اللي بيحط المدير الفني اصبح فيه خلل. لكن النهارده الجزائر بتشتغل نفس الشغل، انت بتقطع هجمات سريعه شغل، الكرات العكسيه بتشتغل عليها للهاف العكسي، بيروح على الجول في 3-4 مرات وكره مكرره. حتى الدبل باص شفناه المباراه اللي فاتت مع السنغال، برضه هما بتلعب السنغال، وشفناه المباراه اللي قبليها حته الدبل باص، ان البلاي ميكر بيشتغل مع الفرويد حته الدبل باص ويكمل، كان قدرات متقاربه وتكتيك ثابت، تكتيك ثابت وقدرات متقاربه. حتى اللعيبه اللي لعبت النهارده يمكن ادم اوناس النهارده بيسجل هدفين، برضه نفس الشغل اللي كان بيعمله محرز المباراه اللي فاتت والشغل واللي قبليه، مع فرق طبعا مستوى النهارده كان اقل شويه، ولكن هو نفس الشغل اللي بيشتغله، ده قدر يسجل وده ما قدرش يسجل. يعني المدير الفني قدر انه ينجح ان يوصل اللعيبه بالشغل اللي بيشتغله او بالتكتيك اللي بيعمله للمرمى، ازاي هاجم طيب وازاي دافع. السنغال كسبت النهارده، وصلت لكام نقطه النهارده؟ 6 نقاط السنغال، 6 نقاط. اذا الجزائر في كل الاحوال أول لو خسرت كانت داخله اول برضه، داخله اول عشان كده قدر يغير 9 بالظبط. انت طيب انت كابتن عادل، يعني انا ليه بسال السؤال ده؟ هل احنا عندنا المشكله دي؟ هل احنا في جاب بين البدلاء والفريق اللي انت معتمد عليه؟ لازم يكون في جاب، لان ما حدش عنده محمد صلاح، وتريزيجيه برضه ممكن يخش في الليله دي، لكن هل الجاب في بقيه المراكز موجود، ولا مع تقدم الماتشات هنلاقي الثغره دي اتسدت؟ شوف حضرتك، احنا حذرنا الكلام ده من 4 شهور، ان الدكه لابد وانا رايح في مشوار عندي 7 مباريات في بطولة أفريقية على أرضك في وسط جمهورك، الناس كلها عايزة البطولة، وبالتالي وانت رايح لبطولة زي دي لازم تبقى واخد كل الزاد والزواد معاك. بتفكر فيها من 4 شهور؟ احنا قلنا في قناة الأهلي من 4 شهور ان احنا يبقى لازم يبقى فيه كهرباء، لازم يبقى فيه رمضان عمرو السولية، احمد فتحي، صالح جمعة، عبد الله جمعة، ايه يعني الناس دي ازاي انا مش موجودين معايا؟ ومع احترامي ان في 3-4 افراد محترفين يعني جايين، وكل مره بييجوا
مع كل المدربين سواء كوبر او برادلي هم برضو بيجوا وما بيلعبوش، وفي ناس موجودين في الدوري المصري على كفاءه عاليه جدا، وده مش تقليل ابدا من الولاد اللي جايين، لكن الولاد دول في الدوري المصري وعاملين الاداء سواء في افريقيا او في الدوري المصري، الدكه بتاعتي وانا قاعد بتفرج كلنا قاعدين بنتفرج. طب النهارده تريزيجيه اتعور، مين يلعب معاك؟ يلا مفيش. طب المحمدي لو حد لو اتعور مين البديل اللي زيه او احسن منه؟ مش عارف. انا بصراحه مش عارف. طب النهارده لو حجاز اتعور مين البديل بتاعه؟ هل بديل في نفس القوه؟ وانا داخل بطوله زي دي لازم يبقى عندي حجازي والقريب منه قوي، يبقى ما عندي محمد صلاح وبرضه في واحد قريب منه قوي، مش قريب منه قوي يعني يبقى يعني على نفس الدرجه، يعني صلاح مثلا 8 من 10 9 من 10 يبقى عندي 7 ونص. السمت السمات المواصفات مواصفات الرجل السريع اللي بيخترق اللي بيبقى محطه اللي بيبقى بيخش ويبقى راس حربه. ما انا عشان كده قلت لك يمكن محمد صلاح يبقى استثناء هتعوضه بخبرات، لكن انا يعني محمد صلاح يعني انا برضو من ضمن الحاجات اللي انا كنت بعترض عليها ان هو يبدا في اللعب، وكنت بفكر انه وليد سليمان كنت انا يبدا الماتش الاولاني ويبقى محمد صلاح. قلنا الكلام ده ونسبناه ليك برضو، يعني الراجل 15 يوم في البحر مش ممكن ابدا ان انا ما اضغطش عليه مره واحده، ما اضغطش عليه مره واحده، بس كان الافتتاح وطبيعه الافتتاح. طيب بس انا ليا وجهه نظر يا باشمهندس بعد اذنك، يعني مكمله طبعا كلام الكابتن، انت دايما بتقيس قدرات ومدى نجاح المدير الفني في اختياراته بايه؟ بالتغييرات اللي بيعملها والفوارق اللي بتحدثها التغييرات. ايوه المنتخب المصري في خلال المباراتين اللي فاتوا او الثلاث مباريات البدائل لم تحدث اي فوارق داخل الملعب، على العكس على العكس انت بتغير من سمت ونمط واداء المنتخب للاقل مش للافضل. يعني انت دايما لما بتيجي تعمل تغيير دايما احنا يعني عرفنا من زمان من بدري من ايام من ناس كتيره جدا من محللين ولاعيبه ونقاد وكل حاجه وكباتن كابتن، انك دايما المدير الفني الجيد هو اللي بيعمل تغيير ينشط بيه او يغير بيه الاداء او يحافظ بيه او يحسن اداء فرقته. في الثلاث مباريات اللي فاتوا التغييرات بتاعت مستر عجيري كلها تغييرات سلبيه للاسف الشديد. للاسف يعني بقول للاسف يعني عشان يعني احنا نتمنى التغييرات كلها تبقى ايجابيه. تمام قصدي؟ ولكن انت بتغير. لكن الماتش اللي فات معلش اتفضل يا كابتن انا مستر عجيري هدافع عنه في الحته دي. اتفضل. حصل تغيير اضطراري كان لصالح الفرقه. حلو. يعني من المرات اللي كان كل كوره انا اتعمدت ابص على كل كوره لصلاح لمروان محسن لمروان محسن. تمام. لا كل كوره العالية خدها ووجهها لحد عشان يبتدي بيها هجمه او يخلق بيها يعني اسيست كويس، فكان ده هتقول ده تغيير اضطراري. انا مش بتكلم بس على التغييرات التبديلات، انا بتكلم على التغييرات نفسها التغيير التشكيل. حتى احنا اتكلمنا عن الجزائر قلنا ايه غير 9 لعيبه حسينا ان الفريق هو ما فيش اي تغييرات حصلت. طارق حامد طبعا كان تغيير ايجابي. تمام. لكن انا بتكلم على التغييرات اللي حصلت بس يعني. انت دي تغييرات باللعيبه الاساسيه بالظبط ده اللي انا عايز اقوله. انت عايز تقول يعني البدايه بالظبط بدايه المباراه انت عملت تغييرات في بدايه المباراه، ما اقصدش بس أيوه. يعني الحته دي بس حته التبديل. انا بتكلم على التغييرات نفسها، لان احنا لما اتكلمنا عن الجزائر قلنا لما غير الراجل لعيبه 9 لعيبه ما حسيناش بالفوارق، بالعكس منتخب الجزائر هو اختار التشكيل في كل مباراه بالظبط بتحافظ على النمط بتاعك، لان كل لعيب يعني انت بص على محرز يعني ادم وناس نفس الستايل نفس طريقه اللعب نفس المهاره الفرديه يعني قريب جدا من محرز بالظبط هو ما غيرتش في شكل الفريق بتاعك. بس ده يرجع يا باشمهندس لحاجه مهمه جدا، مستر اجيري قبل البطوله اشتغل 3 4 3 اشتغل 4 2 3 1 اشتغل 4 3 2 1 تمام اشتغل 4 3 3 جرب كل حاجه كان بيغير كل الطرق ما عندوش ما استقرش على طريقه محدده. فبالتالي لما دخل البطوله الافريقيه وانت غير مستعد جيدا ما قبل البطوله فلازم يحصل عندك الخلل ده حتى كمان في الاختيارات، لان انت هو ما عندكش استقرار فني انت ما عندكش مش مستقر على طول. هل المنتخب ضحيه المسابقات والجدول وال ما خدش الوقت يعني اللي كان يسمح له انه يجرب على ميله ويشوف على ميله وبعدين يستقر بدري؟ بس كل المنتخبات زينا برضه يعني اعتقد كل المنتخبات احنا بدانا قبل ناس كتيره احنا بس يمكن الدوري يمكن اتاخر سن، لكن كل المنتخبات ما انت عندك اوروبا
كلها اشتغلت واشتغلوا متاخر برده شويه. انت كمنتخب انا بتكلم انا ليه بعيب على المدير الفني؟ لا هو انا هو من بدري في التجهيزات ما قبل البطوله كمان حتى في المباريات الوديه والمباريات الرسميه هو عنده النماذج اللي يقدر يشتغل عليها، عنده اللعيبه اللي يقدر يشتغل بيها، هو بدل كتير كمان جدا في اللعيب. انت النهارده كمنتخب مصر عندك المساحه كبيره جدا، مساحه الاختيار كبيره جدا، فبالنسبه لك ما عندكش اي مشاكل غير لعيبه غير مدرب الانديه. انا مدرب النادي خلاص انا عندي 30 لعيب هشتغل بيهم لنهايه الموسم، اصيب من اصيب وكمل معايا اللي كمل، لكن انا كراجل بتاع منتخب عندي اعداد كبيره جدا، اقدر اختار الافضل والاحسن واسعه قوي واللي يتناسب مع قدراتي وامكانياتي وفكري. انت النهارده الفكر بتاعك كمستر اجيري اتبدل 3-4 مرات ما قبل البطوله، فبالتالي لما تدخل على بطوله زي كده بالاختيارات دي فاكيد هيحصل الخلل اللي حصل ده. اللي هو ايه؟ اختيارات مش عارف هل الاختيارات دي على 4-2-3-1 على 3-4-3 على 4-3-3 ولا الاختيارات دي كانت المفترض انك يبقى عندك تكتيك واضح ما قبل البطوله عشان تقدر تختار بقيه اللعيبه عليه. لكن عشان اشتغل بتكتيك مختلف 3-4 يعني 3-4 تشكيلات 3-4 خطط ما قبل البطوله وبعدين اجي في البطوله اختار لعيبه، فطبيعي انك هتختار لعيبه مش مناسبه تماما للفكر اللي انت بتفكر بيه، لانك انت فكرت بره كتير جدا. كل طريقه بتشتغل عليها استاذ ابراهيم انت بتحاول تجد لها اللعيب اللي يتناسب معاه، بتدور عليه في الدوري بقى يتناسب معاه. فالنهارده انت غيرت طرق كتير، فانت بالتالي بتبدل لعيبه كتير. احمد فتحي ما قبل احمد فتحي محمد هاني عايز لعيب عنده سرعه، مره عايز لعيب عنده خبره، فبالتالي انت مش عارف تعمل بعد كده لا فتحي ولا هاني فانت اخترت هاني عشان تلعب ب 3-4-3 لعيب عنده سرعه عنده امكانيات مهارات عشان يعمل الكروس. لما جيت ترجع للطريقه بتاعتك دورت على واحد زي المحمدي لعيب ثالث مختلف تماما. فبالتالي اتغيرت ولما اخترت له بديل اخترت بديل رابع كمان اكيد مختلف تماما. حتى كمان الكابتن اتكلم عليهم الثلاثه اللي قدام او الاربعه اللي قدام سواء اذا كان تريزيجيه او صلاح، طب ما تريزيجيه او صلاح انا بشتغل 3-4-3 بسمت محدد، لما بغير من التشكيل بتاعي واشتغل ب 4-4-2 هشتغل باثنين فراوده واثنين على الاطراف، فبالتالي مش محتاج البدائل بتاعت صلاح وتريزيجيه. لكن انت النهارده اجبرتك البطوله واجبرك مستوى الفرق اللي موجودين في البطوله انك ترجع تلعب بالتكتيك القديم بتاعك اللي هو 4-2-3-1 وتشتغل على الهجمات المرتده السريعه، فانت وقعت في مشكله اختيارات هي ما قبل البطوله الاختيارات دي مش يعني أصلاً. انا ليه السؤال ده بنساله؟ هل ممكن كده مع تقدم الماتش واضح ان مش هنقدر نريح حد خلاص، مرحله انك تريح حد صعبه، انت جربت ريحت ثلاثه ابتديت بدايه وحشه وكملت وحشه صح، يبقى انت مش هتبتدي بكامل قوتك. اخشى ما اخشاه هل ممكن ده يرهق الفرقه؟ هل ممكن نعاني من هذا في تقدم الماتشات إن, ان 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 كل اللود بقى ولا ده هيكون لصالح اعداد اللعيبه دي بقى هنا تنضج معانا كابتن عادل؟ لا هو في عنده دلوقتي 10 ايام يعني لعب السبت ويلعب السبت الماتش اللي جاي السبت عنده فتره يعني جيده جدا. بس تكمله الكلام من كابتن بلال في الجهاز بتاع المنتخب فترات التجمع والماتشات الوديه اللي هو بيلعبها دي حاجات قليله جدا خلال السنه. طب وبقيه بقيه الوقت بعمل ايه؟ ده انا لما اكون انا بشوف اللاعب اللي انا بفكر فيه بيلعب في النادي الفلاني ما هو المانع ان انا اجيبه واقول له رؤيتي انا بفكر ان انا اعمل معاك 1-2 الكلام ده جميل بس فات معاده احنا عايزين نعالج دلوقتي انا بقول اللي المفروض يحصل علشان اولادنا الصغيرين خليها لبعد والنازل خلينا دي عشان ما حدش يقول لك احنا ما اللي المفروض ما حصلش من وجهه نظرك ما حصلش لكن خلينا دلوقتي نقول احنا دلوقتي ماذا ينتظرنا وكيف نعامل. انت ابتديت بدايه جيده فاضل في العشر ايام دي يعمل ايه؟ ما هو مش هيقدر يعمل حاجه هو زي ما انت قلت برضه ردا على سؤالك انت جاوبت عليه هو مش هيقدر يغير لان في خروج مغلوب بعد كده خروج مغلوب ما فيهوش هزار فلازم هيلعب بنفس التشكيل اللي ابتدى بيه يعني ممكن يحصل استشفاء وتجهيز في العشر ايام دول؟ والله واحد زي صلاح هتبقى فرصه كويسه بالنسبه له ان هو ما كانش جاهز فالفتره دي ممكن بس طبعا فتره الاعداد غير فتره المباريات، فتره الاعداد بتبقى محتاجه تقويه عضلات في احمال في سرعات بيبقى فيها ماتشات وديه فيها تدرج انما انا بعمل اعداد مع ماتشات دي بتبقى فيها فاولر له تعليق كده على ساديو ماني وصلاح بيقول انهم هيأثروا على
انه ما عملوش فتره اعداد على مشواره من السنه الجايه. انت شفت الراجل بتاع نيوكاسل بتاع غانا اول 10 دقائق بيشوط، راجل جاي من الدوري الانجليزي وعامل ماتشات قويه جدا وبيشوط اول 10 دقائق مزق في الخلفيه، ربنا يستر. فهو يعني هو مش هيقدر طبعا يغير، لكن اللي احنا بنتمناه يبقى الجانب النفسي شويه، يبقى فيه ضغط شويه، ما نعملش ضغط. يعني الثلاث ماتشات نفس السلبيه اللي موجوده، ما بنضغطش، ما بتروحش للجول، ما فيش خطوره. انت الماتش اللي فات مع اوغندا لحد الدقيقه ما جبنا الجول في الدقيقه اظن 25 او 35 اعتقد، ما شفناش الجول بتاعهم. هم كانوا ضايعين اربع خمس فرص اهداف محققه. احنا ما رحناش للجول، انت بتتفرج قدام التلفزيون ما شفتش الجول بالمعنى الحرفي. صح، لحد الدقيقه 33 بالظبط. دقيقه 33 والجول الثاني 45 في اخر في الكره المحمد، يمكن حاجه في الماتش الجول الثاني اللي جبناه ده احلى حاجه في الثلاث ماتشات. في الثلاث ماتشات يا كابتن احمد، الملاحظ ان احنا زي ما يكون الناس اللي مسموح لها بالتسجيل ثابته، سيبك من ان تريزيجيه يبدا في الافتتاح، بس في الماتشين المحمد وصلاح، مباراه امبارح الكيرف رايح فين كان؟ يعني هل فعلا المباراه تشي بانه المنحنى طالع شويه والمؤشر في ارتفاع، ولا احنا في درجه ثبات مزعجه شويه؟ لا احنا للاسف يعني مش قادرين نحكم، سواء اذا كنا طالعين بكده مش عايزين نحكم. لان خد بالك في حاجه مهمه جدا، يعني انت لما عملت التغييرات بتاعتك امبارح ايه الغرض من التغيير؟ يعني دايما كل وانت قاعد بتتفرج على المدير الفني بتسال السؤال، يعني ايه الغرض من ان المدير الفني بيعمل تغييرات او تبديلات في التشكيل من بدايه المباراه؟ هل التشكيل ده ليه راحه اللاعبين اللي موجودين؟ يعني طارق حامد، محمود علاء، اللعيبه اللي اتغيرت، ولا هل او واضح ان ده كان هدفه، او في عايز تشوف ناس مكان ناس في حته تانية، زي ممكن انت يعني ممكن يكون عندك كومنت على اداء مروان، فبالتالي انت حطيت احمد حسن كوكا، ممكن يكون ده التغيير عشان كده، والتغييرين التانيين عشان انت بتحاول ان انت يعني تدي راحات لبعض الناس. تمام، فاحنا دايما المدير الفني هو ده السؤال اللي بنساله، ايه الغرض من اللي انت عايز تشتغله، خاصه انت طالع على مباراه هي مباراه دور ال 16، دي مباراه النوك اوت بالنسبه لك. طبعًا. هتشتغل بأي طريقه؟ هل هم دول البدلاء اللي ممكن تستعين بيهم بعد كده في دور ال 16؟ يعني لو حصل تغيير او حصل حاجه، هل هم دول اللي ممكن تحطهم كبدلاء تقدر تشتغل بيهم؟ هو ده الفكر اللي المفترض احنا نقرا من خلاله دماغ المدير الفني هي رايحه على فين. انا عندي النهارده اثنين من العناصر الاساسيه بالنسبه لي، انت ما عملتش معاهم اي تغيير، صلاح وتريزيجيه، دول الاثنين المهمين بالنسبه لك. وحجازي. ده دول او ثلاث بالظبط، ثلاث اهم عناصر بالنسبه لك، ودول الثلاثه اللي عملوا مجهود كان اللي مالهمش بدلاء بالنسبه لك. كان لابد ان انت في الاماكن دي تدور تشتغل ازاي. هل لو انا غيرت تريزيجيه في التوقيت ده في اخر ثلث ساعه، هل ممكن اغير طريقه اللعب اقلبها؟ هل ممكن ان انا مثلا يبقى عندي البديل اللي ممكن يشتغل بنفس الكفاءه اللي بيشتغل بها تريزيجيه؟ هل عندي اللعيب اللي عنده السرعات والامكانيات اللي يقدر يشتغل في الحته دي؟ هل ممكن لا اقلب طريقه اللعب اخليها 3 5 2 ويلعب، والعب من غير راس حربه صريح، والعب باثنين على طرف الملعب ويبقى هم دول اللي بعتمد عليهم في الكاونتر اتاكس اللي انا اللي هتجيلي؟ هو ده الفكر اللي احنا، او هو ده الحاجات اللي المفترض ان احنا لازم نقراها من فكر المدير الفني. ولكن انت غيرت لا يقال عشان انت بتغير فقط لا غير. احنا انا مش ضد اجيري ولا متحامل عليه، ولكن انا بتكلم في المنطق، هو ده المنطق بتاعي. الدقيقه 70 تريزيجيه مش موجود في الملعب، الراجل بيشتغل من ال 18 لل 18، عمل شورت سبرنتس كتير جدا، لونج سبرنتس كتير جدا جدا جدا، فبالتالي انت جه وقت بالنسبه لك مع التحامات بقى، لو انت ما التحامات في مطال العنف في المباراه دي. شوف يا باشمهندس، هو القلق مش ان انت بتلاعب فرقه زي بتاعه امبارح اوغندا، لا لا، ان انت هتلاعب في دور الثمانيه، هتلاعب نيجيريا، هتلاعب كوت ديفوار، هتلاعب الجزائر، هتلاعب السنغال، هتلاعب فرق عندها قدرات وعندها تاكتكس رائعه جدا. بيلعبوا في 45 متر، تمام، في حته الراحات بالنسبه لهم وحته اللياقه البدنيه ما بتستنزفش. لكن انت النهارده بتشتغل ازاي؟ احنا الملعب مقلوب في الناحيه الدفاعيه، انت بتهاجم بصلاح وعبد الله السعيد ومروان او كوكا في الماتش اللي فات وتريزيجي، بتدافع صلاح موجود في الحته الاماميه، فانت عندك جاب كبير جدا في الحته دي لكن الناحيه الثانيه تريزيجي هو اللي بيعمل المجهود الكبير ده كله. هل دي تعليمات مدير فني؟ طب ولو تعليمات مدير فني، ازاي انا اغير لعيب عندي بيلعب ميد فيلدر، وده اصلا المفترض ان انا بشوف ان هل
الحته اللي موجوده في قلب الملعب دي، ده الطبيعي جدا في مباراه زي امبارح. لازم اشوف مين اللعيب اللي موجود في الميد فيلدر اللي يقدر يغطي لي الحته ناحيه اليمين دي، لكن انت برضو الحته دي ما اشتغلتش عليها، سبت الملعب مفتوح عندك من ناحيه اليمين اللي هي ناحيه المحمدي كل الهجمات من الدقيقه 5 من الدقيقه 4 بالظبط للدقيقه 33 انت الفرقه بتشتغل ناحيه المحمدي. ومع ذلك المدير الفني صامت بيتفرج زي ما احنا بنتفرج قاعدين بنتفرج على الماتش، وكان في الوقت ده ممكن يجي فينا اكتر من هدف. اي هدف اي طيب. هدف كان ممكن يتسجل. هجي لك بيدي بس كابتن عادل، المدير الفني صامت ليه؟ هل يعني ما عندوش ورق يقدر يرمي بيه، ولا هو زي ما طلع النهارده امبارح بعد المباراه انه راضي على الاداء وراضي على النتيجه وقال ان الامور بتتحسن بشكل كويس وان هو واثق من الفرقه؟ ده بيقول انا فوجئت بمستوى اوغندا. القرايه بتاعت اوغندا او الكونغو او زيمبابوي، انت مفروض تبقى محضر للفرقه دي عملت ايه، علشان انت وانت بتقابلها يبقى عندك نظام للعب. انت بتلعب بمروان وبعدين دايما التغييرات تغييرات معروفه ما فيهاش اي نوع من الفكر بالنسبه للتغيير، والاعتماد كل الاعتماد على مهاره فرديه لتريزيجيه ان هو يشق الداخل زي ما جاب الجول الاولاني، وزي صلاح من الكرات الثابته، والمحمدي الكره اللي بتبقى بالعرض وبتتشاط بتبقى جول. مفيش مش متحفظين جمله معينه انها تتعمل. حتى كوبر ايام كوبر كنا بندافع بسبعه ثمانيه او بتسعه، وبعدين كان معروف ان عبد الله سعيد ياخدها ويروح عاملها لمحمد صلاح في لكن وكان دفاعك كويس يعني. ما انت بتدافع بتسعه ما بتهاجمش، بس دفاعك متماسك كويس. بس انت برضو يعني لا اداء، والنتيجه يا دوبك في الدقيقه 90 بتجيب جول في من في المغرب في الدقيقه 93، حاجات ربانيه بقى عشان عشان الجمهور بتاعك. وعشان الحاجه اللي محيراني برضو انك انت زي ما قال الكابتن بلال كده، انت محمد صلاح مش فت، وانا كمدير فني كبير كالراجل مسؤول وراجل درب منتخبات، محمد صلاح مش فت، فانا عامل تغيير الماتش الاولاني بروح مدخله راس حربه وبنزل وليد سليمان مكان مروان. طب انت يعني حتى وليد وهو نازل مش عارف هو بيلعب فين. محمد صلاح بيسال انا يعني حتى التعليمات ان هو ازاي يتحرك او يلعب ازاي، محمد صلاح ده مش مكانه عشان يلعب راس حربه. سايبها لخبراتهم، وده ما ينفعش، ده ما ينفعش في طرق اللعب اللي انا مفروض ان انا بختار 11 بقدر ان انا اسكنهم وفي نفس الوقت اطوعهم لفكري. والسيناريوهات تبقى متحفظه زي ما حضرتك بتقول كده، انا بلعب 4 2 3 1 مثلا. طيب الطريقه دي مش ممكن يعني، دي بنكتبها احنا كمدربين بنكتبها على الورق، انما هل دي بتفضل طول الماتش موجوده؟ لا، ده انا في اوقات ببقى 4 5 1 وفي اوقات ثانيه بيبقى 5 4 1 وفي اوقات ثانيه بتبقى 2 او 3 2 5 قدام. يعني التشكيل والاداء وانا بطوع الكلام ده، لكن واضح جدا انه مش قاري حتى تيم اوغندا كويس، لدرجه ان انت لما تشوف الاحصائيات بتاعت الجيم شايطين على المرمى بتاعنا 17 مره، احنا شايطين 7، الكرات العرضيه 3 اضعافنا. تخيل تيم اوغندا اللي مش مصنف يبقى حتى الاستحواذ زينا. نتحدث عن القادم، لان اللي فات ما كلنا شفناه، ما حدش مختلف على ان احنا مش مبسوطين وقلقانين، لكن في نفس الوقت بنقول العشم يعني العشم. انت قلت حلول ربانيه باذن الله تستمر معانا باذن الله، يعني هو ده احد الحاجات اللي احنا هنعاول عليه. لكن ماذا نفعل بعد 10 ايام؟ هل الفريق هينزل بالتشكيل بتاع المباراه الاولى؟ خمس ايام بعد خمس ايام لا ما بقول من نهايه المباراه السبت. ثمان ايام، خمس ايام، ماذا سنفعل في المباراه القادمه؟ انت هتقابل يا اما انغولا، هتقابل ممكن تقابل تونس، جنوب افريقيا ممكن تقابل تونس، ممكن يعني هتلعب هي دي جنوب افريقيا لو طلعت الرابع افريقيا اعتقد دي اخطر معضله. الخمسه هي اللي جنوب افريقيا يعني طيبين شويه في الملعب، مظبوط، واخد بالك حتى في التحامات والحاجات دي هنقدر نلعب. انا اخشى من الفرق الشرسه لان اللي فيهم شراسه الالتحام واضح ان احنا بدنيا مش سادين معاه. احنا ماذا ننتظر وماذا نامل بعد خمسة أيام
وماذا تتوقع؟ احنا نامل ان احنا نكسب طبعا يعني، يعني كلنا نتمنى. ما عندناش طرف ولا جرأة ان نتخيل غير المكسب. اكيد اكيد، عشان خاطر كمان الناس يعني. ولكن على مستر أجيري انه يحضر بشكل كويس قوي، ويعرف ان الفترة اللي فاتت او الثلاث مباريات اللي فاتت دول دي مباراة اعداد لما هو قادم. مباراة الاعداد دايما كل فرقة في مباراة الاعداد بتبتدي تحضر، تشوف مين اللعيب الاجهز، الطريقة الامثل بالنسبة لي، التشكيل الامثل بالنسبة لي، انا محتاج تعديل في طريقة اللعب بالنسبة لي ولا لا، عندي جاب كبير في الناحية الدفاعية ناحية اليمين هقدر اشتغل عليه وحل ولا لا. دي كلها حاجات انا كمدير فني بعد مباراة الجروب ستيج ببتدي افكر واشوف الفرقة بتاعتي وصلت لحد فين، والفرق اللي هلاعبها مين، وابتدي اركز اشتغل الشغل ده. عندنا مشاكل فاتت، عندنا مشاكل فاتت نقدر نحلها ازاي الفترة اللي جاية. على مستر أجيري اعتقد من وجهة نظري الشخصية انك لو لعبت بنفس الطريقة اللي لعبنا بيها مباراة اوغندا مع فرقة تانية عندها امكانيات وقدرات هتبقى عندنا مشاكل كبيرة جدا. اول مشكلة بالنسبة لنا منتخب المصري لو جه في جول هيبقى صعب العودة، صعب العودة لان خطوطك هتتفتح، هي اوريدي الخطوط مفتوحة، فلما يتسجل فينا هدف او الفرقة التانية تبادر باحراز هدف في منتخب مصر هتبقى مشكلة كبيرة جدا، خاصة لو عندهم شراسة بدنية. بالظبط، خاصة لو عندهم شراسة بدنية وعندهم تكتيك. يعني اكيد الفرقة اللي هتوصل لدور الثمانية، احنا مش هنتكلم على 16 دلوقتي، يعني كل الفرقة اللي هتوصل لدور الثمانية اكيد فرقة عندها عقلية، تمام، عقليه جيده، عقليه احترافيه جيده، لعيبه اكيد محترفين بشكل كويس، لان الفرقه المتوقع انها توصل لو كل فرقه بقى بيبقى عندها دوافع بقى. اكيد دوافع كبيره جدا جدا جدا. فبالتالي عندنا قصور في الناحيه الدفاعيه لازم يتعالج. القصور اللي موجود في الناحيه الدفاعيه، في عندك اثنين بيلعبوا في نص ملعب، الاثنين لازم يكون لهم ادوار مهمه جدا في الناحيه الدفاعيه. في حاله لو استمر مستر أجيري انه يلعب بالشكل اللي هو بيلعب بيه، ان هو في الحاله الدفاعيه يبقى موجود صلاح في كراس حربه ثاني، وتتحول الطريقه وتتقلب الطريقه ل 4-4-2، لان صلاح في الناحيه الدفاعيه خلاص بيقف جنب مروان محسن المباراه اللي فاتت وخلاص، والتكتيك بيتغير تلعب 4-4-2 وانت الميد فيلدر الثاني بتاعك زي ما شفنا المباراه اللي فاتت كل كره عكسيه راح للباك ليفت او راح للهاف ليفت بتاع الفرقه الثانيه، فدي بتشكل خطوره كبيره. اتفضل. اقول ملاحظه؟ قول ملاحظه اتفضل. مش مهم، فريقنا في المباراه دي كان بيعمل حاجه انا ادهشتني ما كنتش مبسوط منها. يعني المفروض ان في لعيبه كوره ورا بتمسك كوره، محمدي، باهر، محمدي، يعني على الاقل الاثنين دول، وحجازي بخبراته، وايمن برضو عنده، كان اكتر واحد بيقدر يخرج كوره سليمه شويه كان ايمن. لكن احنا كنا بنشتت في اوقات ما كانتش محتاجه تشتيت، يعني كنت الملعب فاضي قدامك واللعيب معاك كوره، وبدل ما يروح مهديها وبادي وصلنا. دي حاله نفسيه يا جماعه ولا عدم ثقه ولا ايه؟ يعني كنت بشوف كتير قوي ان ايوه بقى نبتدي نمسك الكوره عشان الضغط اللي علينا ده نبتدي ننقل ونضيع وقت بالكوره. في نقطه مهمه جدا احنا بنعاني منها في ثلاث مباريات، وانت عايز العلاج للي جاي. العلاج اللي جاي انت عندك خلل في وسط الملعب، انت مش مسيطر على وسط الملعب. الناس اللي بتلعب في نص الملعب سواء طارق او النني او عبد الله مش موجودين. يعني طارق ودونجا لعب مساحات. طارق لو تشوف الاحصائيات بتاعته اذا في 50 باصه 50 تمريره 35 منهم بالعرض او للخلف، يعني باصات مش مؤثره. وزي ما انت بتقول في حجازي وفي محمود علاء. محمود علاء لما بيستلم الكوره او حجازي بيستلم الكوره في وسط الملعب مش مفروض الناس بتسقط وتقرب؟ ده بيتقرب عشان يستلم. علشان يستلم. الكلام ده مش موجود لان النني مش جاهز. النني برضه عشان نبقى فاهمين ما هوش جاهز. الحلول بقى ايه؟ الحلول انك انت لازم تلعب بثلاثه في وسط الملعب، ما يبقاش بقى هتغير طريقه اللعب، هيبقى في 4-3. دي احصائيات مباراه امبارح يعني يا ريت. تخيل ان الاستحواذ لاوغندا يعني 52-48. شوف التسديد يا استاذ ابراهيم كام تسديد، كام التسديد كام؟ في الاستحواذ 52 52 اوغندا. معلش انا كنت حاسس انها اكتر، مش عارف 16 اوغندا مش كده؟ انا معاك والله 16 مقابل 5 مصر. والكرات العرضيه والشوت اون تارجت عندهم 11 واحنا عندنا 4. ده الكورنر احنا 1 وهم 9. 9-1 في الكرنر. في الكورنر. اوغندا. اوغندا مش حاجه ثانيه يعني. فانت المفروض انك انت في نص الملعب هتلعب بثلاثه. المفروض يعني من وجهه نظري يبقى في طارق وفي نبيل دونجا ويبقى النني وعبد الله يعني ما كانش موجود في الثلاث ماتشات. في الثلاث ماتشات يعني ما فيش حتى حاجه خالص كجانب دفاعي او هجومي، وبالتالي
طريقه اللعب لازم تتغير، لانك انت برضو الخروج المغلوب ده هتبقى لازم انت وانت بتعمل تشكيل يبقى فيه حذر شويه، لان في اي هجمه مرتده وانت ما انتش مسيطر على وسط الملعب من خلال تسديده. انت نجم المباراه امبارح مش المحمدي، نجم المباراه امبارح الشناوي. الشناوي مش شايل مش اقل من 7-8 اهداف. صحيح، 7-8 اهداف، حاجات بالعرض وحاجات في هو شال. والبخت يعني في كوره اللي الولد لعبها يعني ومشيت جنب العارضه في الاخر دي ملهاش دي انا شايفها يعني كلنا شفناها في الجون لانها خرجت. فالكثافه في وسط الملعب، لانك انت هم كل الفرق اللي احنا لعبناها 3 فرق مسيطرين على وسط الملعب، فلا بد يبقى فيه الستاره دي تبقى موجوده مع انطلاقات بقى محمد صلاح وتريزيجيه، او زي ما بيقول الكابتن بلال كده يبقى محمد صلاح ويبقى فيه تريزيجيه كراسين حربه، ويستعين باي حد بقى في وسط الملعب اذا كان عايز يلعب بعبد الله اهلا وسهلا، عايز بقى يعني وانا انا كنت حاسس ان هو عشان الكابتن محمدي يعني وراه وهو يعني قدراته الهجوميه اكتر، فيمكن اختياره باهر محمدي انه كان يمين ناحيه اليمين يبقى هو باهر اصلا باك رايت. ما هو عشان كده انا على اساس يعني تشابه الاسماء حتى انا قلت كده، بس يعني احمد المحمدي وباهر بس انت مش مكانه بقى. انا تصوري انت ما تجهزتش الناس دي انها تلعب خالص عشان انت غيرت التكتيك يعني هو شمس. بقى انا حسيت بتوتر باهر، دي مش قدراته. فكان ده في كوره دخل هو الشناوي عشان يطلعها كورنر والشناوي هيمسكها كان هيعوره، وفي كورنر ثانيه راح شايطها في الكورنر وما كانش تستاهل ما جنبوش حد. يعني عايز اقول ظاهره التشتيت دي عايز اعداد نفسي اكتر من اي حاجه. امشي كوره في شمال افريقيا ما حدش بيشتت في عز الزنقه وعملها كده حاجه غريبه. في ثقه. بص يا باشمهندس، امبارح منتخب مصر كان في حاجه غريبه جدا، يعني دايما الاثنين وانت بتحضر للهجمه دايما الاثنين السنتر باكس بتوعنا الاثنين المساكين فاتحين، واللي بيستلم القلب دونجا تمام هو ده اللي بيستلم القلب، والاثنين التانيين قدام عبد الله السعيد واحد يا اما جنب تريزيجيه يا اما تحت الفرود عندك. مشكله الفرق اللي دايما بتحب تلعب الكوره او اللي بتعمل بتبني هجمه ده لازم يبقى الخطوط قريبه جدا من بعضها. الميدفيلدرز لازم يبقوا قريبين جدا من يعني قريبين بيلعبوا مش على الخط. دونجا يمسك يلاقي حد يديه وين اللي يرجع له يلاقي عبد الله السعيد يلاقي كده عشان تقدر انك يبقى ليك شكل في الفرق. امبارح واحنا بنتفرج على اوغندا وهما بيقطعوا دايما في ثلاثه في نص ملعب قريبين جدا من بعض لمسه ولعبه ويغير الحته العكسيه. هو بيشتغل في مدير فني قاعد بيشتغل بيحضر 1 2 3 والناحيه العكسيه اللي هي من ورا من عند المحمدي دايما فاضيه. لو خدت بالك كل الشغل يحضر في نص ملعب يضغط أيوة يحضر احنا اتفقنا ان هو بالظبط والاثنين الميدفيلدر انت محتاج الحته دي، محتاج ان الاثنين في نص ملعب يبقى عندهم ثقه شويه في نفسهم. انا مش انا ما بلعبش في نص ملعب عشان مهمتي ان انا اقطع في الجزئيه دي بقى يا كابتن. اتفضل. يعني عبد الله السعيد عنده افضل الفرص انه يبقى نجم المباراه كل المباريات تمام، لانه انا لما يكون عندي الفرودين بتوعي الطرفين محمد صلاح وتريزيجيه بالسرعات والمساحات دي بالسرعات وحتى بالاهميه يعني المنافس دايما وابدا على صلاح صح وواحد والتاني بيروح لتريزيجيه يعني الاثنين واخدين كل الاهتمام ده مفضيين لك الدنيا كلها صح ده انت المفروض تتصيد قوي ومع هذا لا بيستلم ولا بيسلم يعني هاجي لك على مروان لكن انا بتكلم على عبد الله ايه لغز هذا المركز برغم التسهيلات اللي في الطرفين دول بتكلم كابتن ولا لا اتفضل يا كابتن هو طبعا لانه في مدرب بيشتغل وفي مدرب ما بيشتغلش المدرب اللي بيشتغل الراجل الفرنسي بتاع الكابتن اسمه ايه ديسابر راجل واقف بيلعب مصر و70 80000 وشه بيبتسم وهادي جدا وعارف القدرات بتاعتك زي مدرب الجزائر عارف انه بيلعب السنغال اخطر واحد ماني جاب له ولد صغير راح ممسكه يبقى ده راجل بيفكر قبل الماتش ان في نقطه قوه في الفريق السنغال انا لازم اقفلها كذلك عبد الله السعيد برضو انت الراجل اللي بيشتغل عارف ان عبد الله السعيد هو مفتاح هو المفتاح اللعب فبيعمل كثافه في وسط الملعب زي ما بيقول الكابتن بلال بتبص تلاقي الكره بتيجي بتلاقي 4-5 فنلات حمر بينقلوها من لمسه واحده برتم سهل لذيذ وفي عمليه التحضين التحضين وشرب وحط سن الجزمه وروح واخدها لمسة وبعدين نروح عاملها لك ورا المحمدي وبعدين المحمدي راجل بيروح عليه 2-3 مفيش حد بيروح علشان يغطيه او يقفل الضغط اللي عليه ده
اول 35 دقيقه الراجل بيروح وبيقطم والشناوي بيشيل يروح يقطم يروح عاملها اوفر يطلع ويروح حاططها بدماغه تروح خطه في العرض. ايه ده؟ طب انا كراجل مدير فني وانا واقف ازاي الكلام ده بيحصل وفي ملعبي وبعالجوش على طول؟ تعالى اعمل تغيير. ما هو اقول لك كان باهر ليه يا كابتن بقى بيحصل كده؟ هو حضرتك بتتكلم في نقطه مهمه جدا يا باشمهندس، بس كابتن عادل يعني انا برضه اكمل على الكلام اللي بيقوله، لان دايما الاثنين الميدفيلدر اللي بيلعبوا في الملعب يا باشمهندس، واحد في حضن الاثنين المساكين بتوعنا اللي هو طارق حامد دايما في حضن المساكين بيرجعوا تمام، والثاني مع اتجاه الكوره مع سواء اذا كانت يمين او شمال. فطبيعي جدا طبيعي جدا ان دايما الناحيه العكسيه هتبقى فاضيه في عدم رجوع محمد صلاح، وهي دي مشكله وازمه المنتخب المصري في كل المباريات الثلاثه اللي فاتوا، في كل يعني هي بنت اكتر في اوغندا، لان اوغندا عندهم لعيبه كوره بيعرفوا يلعبوا كوره، عندهم واحد بيعرف يروح ضد واحد، عندهم فرقه بتعرف تعمل يعني بتعرف تبني هجمه بالزبط. تمام، عندهم مدير فني شغال من بره عارف ان دايما الناحيه اليمين فاضيه، حافظين حاجه. انت مشكلتك كلها ان الاثنين الميدفيلدر بتوعك في الحاله الدفاعيه مش موجودين على خط واحد، مش مالين الملعب بلغه الكوره. ده واحد بيقف قدام المساكين عشان دايما يبقى ماسك واحد البلاي ميكر بتاعهم او ماسك الفيرود عشان يدي فرصه للاثنين السردباكين بتوعنا او الاثنين المساكين بتوعنا انه ما يروحش واحد على واحد ضدهم، والثاني مع اتجاه الكوره سواء اذا كانت في ناحيه اليمين او ناحيه الشمال. عشان كده مباراه امبارح يا باشمهندس كل كوره تتقطع من المنتخب المصري في نص ملعب تلاقي زياده عدديه للمنتخب الاوغندي ومساحات فاضيه بيقدروا يشتغلوا فيها. دي حاجه. الحاجه الثانيه برضو بتاعت عبد الله السعيد، عبد الله السعيد مش اللاعب اللي عنده سرعات تمام تمام، وبطبيعه الحال يعني هو تقل شويه صحيح تمام، فما بقتش الحركه سريعه تمام، حته ان انت تشتغل ويبقى عندك تشتغل بالمهاره الفرديه دي مش موجوده، ما بقتش مش موجوده في مباراه امبارح. هو نفسه ما بيخلقش نفسه بوزيشن كويس انه يشتغل فيه ويبقى عنده رؤيه سليمه. يعني هو امبارح عبد الله السعيد بيستلم دايما في الزحمه ودايما بيستلم بره على الخط، يعني دايما عينيه على الدبل باص فقط لا غير، عايز يستلم بتتقطع، عايز يستلم بتتقطع في نص ملعب. هو مش مدي لنفسه مكان في الملعب انه يستلم وهو فاضي عشان يبقى الرؤيه بالنسبه له رؤيه واضحه. يعني الباشمهندس وكابتن عادل قالوا كلمه مهمه جدا، انك انت كبلاي ميكر لما تستلم ده طبيعي، انك انت لما بتستلم بيبقى عارف التحركات بتاعه الفراوده اللي موجود او الاثنين اللي موجودين على الطرف عشان تقدر تشتغل عليها. امبارح عبد الله لا، حتى مش امبارح، كمان في الماتش اللي قبليه واللي قبليه، عبد الله دايما بيستلم في حته مقتوله مقفوله بالنسبه له، المهم بالنسبه له ان الكره ترجع يا اما دبل باس يا اما تتلعب على طرف الملعب يا اما يبقى قريب جدا، يعني بيحاول يعمل مثلث داخل الملعب، وده مع الفرق اللي بتدافع بشكل كويس هيبقى صعب انك تشتغل عليها لانك بتشتغل في مساحه صغيره، فبتقفل على اللعيب اللي عنده مهاره وسرعه بالنسبه لك. هما لما كان بيروح على تريزيجيه امبارح كان دايما يقفل حته المساحه على تريزيجيه لعيب عنده مهاره. وانا لعيب في الملعب لازم ابقى عارف امكانيات اللعيب اللي معايا زميلي عشان اقدر استغلها عشان اقدر اشتغل عليها. النهارده عندك صلاح وعندك تريزيجيه لعيبه عندهم مهاره وعندهم سرعه، من الصعب جدا عليك كبلاي ميكر انك تشتغل في حته ال10 متر ما بينك وما بينهم، لان انت مش هتقدر تدي له فرصه انه يشتغل واحد ضد واحد، مش هتقدر تدي له فرصه انه يروح بسرعته. كطبيعه الحال انك لازم تنزل شويه مع الاثنين الميدفيلدرز بتوعنا عشان يبقى عندك مساحه واللعيبه دي كمان عندها مساحه. ده اللي ما كانش بيعمله امبارح عبد الله السعيد. عشان كده انا بعيد كلام كابتن عادل ان طريقه اللعب في المباراه اللي جايه ممكن ما يكونش فيه عبد الله، او الافضل ما يكونش فيه عبد الله، ممكن يكون فيها ثلاثه ميدفيلدرز يدافعوا على لاين واحد تمام عشان تقدر تعمل التغطيه ورا محمد صلاح وورا تريزيجيه. مين اللي يطور الهجوم بقى وتدي فرصه كابتن حضرتك؟ مين اللي بيطور في الهجوم في مصر؟ انت احنا بنشتغل من الباك للهاف، من الباك للهاف. لا هو كان الكابتن عبد الله سعيد الميزه الخطيره اللي كان فيه كان كابتن. لا انا هتكلم على ميزاته، ما اعرفش كان ماشي. ممكن يسترد ده، بس انا شايف جت لقطه كده كان بيشمر دراعه فضل. شايف ان دراعه يا بيلعب جيم يا عنده اوفر ويت، يعني دراعه كان قد كده يعني ال كان يلعب الكوره ويتحرك، يلعب الكوره دي القيمه الحقيقيه للكابتن عبد الله السعيد، انه عنده الفكر الثاني بعد الكوره انه ينطلق فبيقدر يستلمها تاني دبل باس او يعني ثلاث باصات 1 3، يعني كان بيدي الملعب هذه الفاسيلتيز هذه التسهيلات. النهارده لا الملعب مديها له ولا هو مديها له، فمضطر انه يستلم في الزحمه لان اسهل عليه انه يستلم في الزحمه من انه يجري صح، فبيستلم في الزحمه عشان يشوف حد بيتحرك يديله مساحه فاضيه ما بيلاقيهاش. يعني مش شغل، بس ده مش شغل لاعب، ده
ده شغل مدير فني. انا عندي عبد الله السعيد صانع لعب. انا بتكلم انا بحط نفسي مكان الكابتن عبد الله السعيد. هو بيفكر كده. عبد الله السعيد ده صانع لعب. انا كمدير فني لازم زي ما بيقول الكابتن بلال وزي ما حضرتك بتقول ان انا الراجل ده لما الكوره دي حجازي بيستلم في طارق بيروح. طب عبد الله السعيد يبقى فين في الحته دي؟ بيروح في مكان المكان ده عايزك تستلم في الحته دي. روح استلم على الطرف في مكان تريزيجيه وتريزيجيه يشق لقدام بحيث انك تستلم وظهرك والخط يبقى في ظهرك بحيث انك تستلم وانت شايف الملعب كله. وساعتها بقى ممكن انا استلم وابتدي اعمل الكره لمحمد صلاح. فده شغل مدير فني وانا بعمل السبوره. انت هتتحرك في الحته الفلانيه بس لازم يكون في حاله بدنيه تسمح لي ان اعمل كده. ما هي الحاله البدنيه صح. الحاله البدنيه زي ما نقول زي ما بنقول مش مساعداه لان برضو ضغط المباريات مع السن كبر شويه. فدي برضو انا شايف انها مأثره عليه جامد جدا وخاصه ان برضو النني مش في حالته فما فيش حد شايل حد. يعني لا النني شايله ولا عبد الله السعيد شايله وبالتالي الخلل ده محصور في الحته دي انك انت في وسط الملعب كل الفرق اللي انت لعبتها ثلاث فرق اللي انت لعبتها مسيطرين على وسط الملعب على طول بيشكلوا خطوره عليك نتيجه ان انت عمليه التحضير للهجمه مش موجوده زي ما انت بتقول. حجازي بيستلم مفيش وبعدين يروح عاملها طويله وحتى البساطه الطويله اللي من حجازي عدد كبير منها لا مش حجازي. انا بقول ان هو عنده قدره انه يطور لكن خط الظهر كان بيشتت لان فعلا مفيش حد بيجي له محدش بيجي له علشان انا مفروض الراجل ده لما بيستلم. وبعدين الفتره اللي عبد الله السعيد كان متوهج فيها كانت الفتره اللي كانت الاخرانيه قبل ما ينتقل من النادي الاهلي. الفتره ديت كانت كلها مع مستوى محلي مش افريقي ايوه ولا دولي ايوه. الفتره دي اللي احنا ما خدنا الدوري فيها كان اظن حسام كان هو اللي بيتولى. لا بس على حتى مستوى المنتخب يا كابتن عادل كان ثلاثيه عبد الله تريزيجيه صلاح وحتى مع رمضان صبحي حتى لا كان موجود هو قاسم مشترك. هو الراجل كان بيلعب بتسعه صلاح الراجل كان بيلعب بتسعه مدافعين طيب. حتى محمد صلاح كان بيسقط يلعب ورا فتحي ما كان بيسقط دلوقتي محمد الشافي. صلاح يعمل كده ولا النني الاثنين عشان كده الخلل عشان كده يعني الخلل ده موجود عشان كده الخلل ده موجود. محمد صلاح ما بيقدرش يرجع. هو في ليفربول بيعمل ايه؟ هو بينزل وبيسقط ورياض بيسقط وبيدافع وزياش نفس القصه خالص. طبعا احمد جوال بقى مروان يعني مصير. الفكره كلها يا جماعه ان احنا عايزين برضو ننقل حلول في ما احنا قلنا الحل انت كراجل سنتر فورورد كبير. مروان محسن مظلوم وكوكا مظلوم وكمان احمد علي لو خد هيتظلم صحيح. احنا عمالين نتكلم على فريق ما بيوصلش خالص وما بيوصلش حد. طب الفراوده دول يعني الناس بتحمل على مروان كتير يلعب كوكا ما نلاقيش الوضع مختلف كتير. انت كراس حربه بقى كبير ايه الحجم الضرر او الظلم اللي وقع على مروان وايه مدى مسؤوليته؟ لا مسؤوليه مروان هتبقى في الكرات المشتركه في التحرك العرضي الجيد وبيعمل ده عمل ده المباراه اللي فاتت انا يعني كنت بالذات الماتش اللي فات عمل ده كويس. الماتش اللي فات كان دايما يعني دايما موجود على طرف من اطراف الملعب بيحاول انه يعني بجد هو كان احد الحلول يخلق لنفسه يعني مساحه انه يتحرك فيها عشان يبقى محطه جيده. وده شيء جيد في احد الحالات التاليه انك ما تلاقيش دايما الامداد الجيد من البلاي ميكر اللي بيلعب معاك. يعني انا مثلا انا ليه انا عندي كومنت على كومنتس كتير على عبد الله السعيد ان لما يكون انا بيني وبين البلاي ميكر بتاعي اللي بيلعب معايا 20 متر ومفيش ثلاث باصات طول المباراه يبقى في ازمه في عند البلاي ميكر مش عندي انا كفرد بالظبط تمام. هي دي مشكله كبيره جدا. مين يعني اللي بيشغلني مش مين انا بيني وبينك بنلعب 20 متر يعني طبيعي لما اول عينك معايا اول مهمه من مهام وظيفتك انت كبلاي ميكر انك تلعب مع الاسترايكر لان هو ده اقصر طريق للجول يعني اقصر طريق للمرمى بالنسبه للبلاي ميكر انك تعمل له ثرو باس يروح بيه على الجول. هو ده الهدف. الكلام ده ما حصلش الثلاث مباريات اللي فاتوا يعني كل واتكلمنا فيه يمكن الحلقه اللي فاتت وقلنا عبد الله السعيد دايما اتجاهاته خارج على اطراف الملعب على الاطراف ما بيبصش دايما في قلب الملعب ودي نقطه سلبيه جدا 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 جدا. دي الاهميه صلاح وتريزيجيه النهارده وانت بتتفرج على السنغال بتتفرج على الجزائر اللعب كله في العمق الثروهات كلها في العمق ليه؟ الفرو بيتحرك يا اما بتعمل دبل باس يا اما بيروح ثرو باس وانتهى الموضوع على كده بتوصل لاقرب يعني اقرب طريق للجول هو العمق تمام واقصر طريق عدد ثواني قليله بتقدر تضرب بيه التين السنتر باكس بسرعه جدا بطريقه بسرعه جدا لو الفرو بيتحرك. مروان المباراه اللي فاتت الحقيقه
الكرات المشتركه، ودي حاجه من الحاجات السيئه جدا عند المنتخب المصري كان متميز فيها امبارح. يعني شفت امبارح خدها كلها، ما انا بقول كان متميز فيها امبارح، ودي حاجه من الحاجات السيئه جدا عند المنتخب المصري في البطوله دي، ان كل الكرات المشتركه تصور بقى كل اللي بتقولوه ده أو مش قلقني قد ان كور مشتركه مش بتاعت المنتخب المصري. ودي يعني حاجه للاسف كان بيقديها مروان امبارح كان بيقديها بشكل جيد جدا. مروان مفيش اي امدادات عرضيه على الاطلاق، يمكن انا المباراه اللي فاتت يعني عشان الانصاف وطارق حامد يعني ماشي اوكي طارق حامد يعني انا يعني للانصاف معلش هتقولي بس بعد ما بتتمسك بتروح فين، ده موضوع تاني، ده موضوع اساسي يا باشمهندس اساسي، بس احنا بنتكلم الاول ان حلو عنده سبيريت عالي قوي لعيب كويس عنده مقومات دفاعيه قويه جدا ولعيب محترم جدا في الملعب، ولكن انا جزء مهم جدا 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 من الاداء الهجومي بتاعي ازاي يشتغل الميد فيلدر بعد ما يقطع الكوره. ازاي يشتغل، هشتغل ازاي، هنقل نفسي ازاي، يعني هروح اهاجم ازاي. الكوره مش بس انك تقيس الكوره نايس وتهاجم عشان تهاجم كويس، مش عشان تطلع يعني في تدريب زمان كان بيعمله لينا ازاي تقطع الكوره في اقل عدد من الثواني توصل للمرمى الثاني عشان تسجل. كان بيلعبوا 13 ضد 13 تلت ملعب كل يوم كل يوم كل يوم عشان ما تقدرش تتنفس، لازم تباصي، واحيانا 10 ضد 13 احيانا و10 ضد 14. فعايز اقول لك ان هي دي المهمه الميشن الثانيه بالنسبه للميد فيلدر، مش بس اقطع وباصي عرضي وباصي للخلف، اباصي لقدام. لو عمل الحته دي طارق هيتطور بشكل غير طبيعي، ودي حاجه المفترض يشتغل. ده هيبقى لعيب في حته ثانيه سوبر بجد يعني. فالنهارده المباراه اللي فاتت محمد يسجل هدف ولكنه لم يصنع اي كرات عرضيه طول المباراه، يمكن بص على الكروس باس اللي اتلعبت من ناحيه اليمين مش موجود، ايمن اشرف عمل الجول برده بس وعمل واحده ثانيه طول المباراه. بتلعب اوغندا ما بتلعبش فرقه كبيره، بطبيعه الحال وانت بتلعب اوغندا انت اللي راكب الجيم بلغه الكوره، يعني الاطراف بتشتغل، يعني نص الملعب بيشتغل، يعني العمق فيه، يعني فاحنا العمق بالزبط. والاطراف امبارح كمان من الحاجات السلبيه المنتخب المصري لم عبد الله السعيد لم يصوب ولا تصويب على المرمى. المنتخب المصري لم يصوب تصويبتين ثلاثه على المرمى مش امبارح، الثلاث ماتشات عبد الله ما عندوش لا تريزيجيه شط واحده وصلاح واحده يعني معقولين يعني. انت بتتكلم في فرقه بتلعبك زي اوغندا، احنا بنتكلم 11 شوت متذكرين حتى 11 شوت فيهم 7-8 اون تارجت، وانت بتتكلم في 5 فيهم 4 منهم هدفين انت سجلتهم. انا متحيز لمروان بصراحه، انا مقتنع بيه كفيرود. فيرود رائع، ما عندناش غيره، فيرود رائع في الفتره دي ورائع، دليل على يعني دليل على كلامي. الله يشفي بقى كوكا، ما عندكش الا هو واحمد علي. احمد علي مظبوط، ده فيرود يعني الواجب الدفاعي والهجومي، الكرات العرضية برجلين الاثنين، الالتحامات، كل المواصفات الفيرود الجيدة موجود فيها. ونذكر الجمهور ونذكر حضراتكم الماتش الودي الثاني لما عبد الله زي ما قال الكابتن بلال كده، الكورة اللي عبد الله السعيد الوحيدة اللي عملها له في العمق عمل فيها ايه؟ جول. وبعدين احنا حللنا الماتش الجول ده على فكرة، جول حلو قوي، وهو رايح عبد الله السعيد بيعملها له بطرف عينه شايف الجول، مش شاطها كده بالبخت، لا على طول طرف عينه وراح حاطط وش الجزمه حاططها في المساحه دي، ما بتجيلوش حاجه خالص. وبعدين كل التركيز على ان انا الاطراف تريزيجيه يجري ويروح قاطع لجوه ويروح يا اما يلعبها لمحمد صلاح يا اما يسددها، انما انا اروح على مروان وابتدي اشتغل معاه او مروان يطلع ما بتتعملش. هو مروان شغال انه يسند لده ويسند لده ويرجع له. المفروض ومفروض برضه من ضمن الحاجات اللي قال عليها الكابتن بلال، الكرات العرضيه لما انا في ماتش زي امبارح الكرات العرضيه التيم اوغندا يبقى مثلا 17 18 كره عرضيه وانا 5 6 كره عرضيه، صعب جدا انا كراس حربه كمروان، انا دي شغلتي انا شغلتي ان انا الكرات العرضيه دي انا بقى اخش بدماغي، والراجل ده يعني ما بيخافش، يعني لو في ستارز قدامه كده هيحط دماغه في الستارز عشان يجيب جول بالشكل الفلاني. فده طبعا انا من وجهه نظري مروان لو انا مسؤول الراجل ده ما يطلعش من الملعب، هو واضح ما هو واضح مش هيعتمد عليه، لا يعني ما كل ماتش بيغيره، بس انا عايز بس اقول ما خلاص كوكر كل ماتش بيغيره. اضيف حاجه كمان يا كابتن بعد اذنك، يعني احنا في كل الفرق بكل يعني كل الفرق اللي بتلعب بالطريقه اللي بتلعب بها المنتخب المصري قدامنا دقيقتين دقيقة حاضر، كل الفرق اللي بتلعب بنفس الطريقه اللي هي 4-3-3 بنلاقي في بعض الاوقات الاثنين اللي بيلعبوا على الطرف زي تريزيجيه وصلاح
بيحاولوا بقدر الامكان هم يلعبوا مع السنتر فيرو بقدر الامكان سواء كان كرات عرضيه من على الطرف او ثرو باسز. وده مش موجود. احنا عندنا مشكله في الحته دي لان الاثنين اللي موجودين على طرف الملعب بتوعنا دايما الوجهه الاساسيه بتاعتهم ازاي اروح على الجول نفسه، ازاي اشتغل انا على الجول. حاجات مغيب السنتر فيرو، حاجات فرديه. فبالتالي مش هتقدر تشتغل. انا لو ما كانش الاثنين اللي معايا هم افضل اثنين موجودين في الملعب وهما الاثنين اللي يقدروا يوصلوني للمرمى بشكل جيد يشتغلوا معايا كفيرويد. طيب ما دي ممكن تبقى احد الحلول والمفاجاه اللي ممكن يحدثها المنتخب. ده اللي ان الاثنين دول يشتغلوا على طرف شويه انك تشتغل واحد ضد واحد وتشتغل كروسات عرضيه بالظبط زي ما بنشوف صلاح في ليفربول بيعملها كتير، زي ما بنشوف ساديو ماني برضه بيعملها كتير، تريزيجيه بيعملها كتير. فلازم يكون شغلني لازم تغير من ادائك. هي دي المفاجاه اللي ممكن نقدمها وتميزنا يا رب. اتمنى دي تحصل المباراه اللي جايه. لو حصلت المباراه اللي جايه هيبقى الموضوع هيبقى مختلف تماما. هتفتح الملعب بشكل كويس قوي، هتقدر تشتغل واحد ضد واحد وتعدي بسرعتك وبمهارتك تريزيجيه، هتقدر تشغل السنتر فيرود عندك وهتدي فرصه كمان لعبد الله السعيد انه يكمل. ايوه دي داخل ال 18 لو اتعمل الملعب كده بالظبط اعتقد ان عبد الله هيقدر يعمل لك اللي انت عايزه. انما كون انك صلاح وتريزيجيه دايما كده مع مروان بنقفل اول ملعب بتبقى صعبه عليه. مروان مش ملاقيها لا من هنا ولا من هنا ولا من هنا. كابتن عادل كابتن عادل انا عايز اقارن لعيب في المغرب اسمه نور الدين مرابط. مرابط عمل سروب باص يا راجل للراجل في العمق. ايه ده الجمال في العمق يا باشمهندس؟ يا راجل باص ده الراجل ده بيدوس تعبير بتاعي بدقه يعني بيدوس في كل نجيله في الملعب بيدوس فيها. بتلاقيه عند الباك رايت الباك ليفت الوينج ليفت راس حرب صانع اللعب نجم كل ماتش لهم دور صانع اللعب بيقطع بيسلم بيعمل كل حاجه في الملعب على الرغم ان سنه كبير. انا لما قارنه باي حد عندنا في نص الملعب احنا نتمنى ولادنا في نص الملعب زي ما قال الكابتن بلاك يبقى في طارق بيقوم بالدور ده مش هنقطع وخلاص لا ده نقطع واروح وارجع ويبقى انا عندي اصغر منه بيجي 7-8 سنين فانا يبقى عندي من الجراءه ان انا بروح وبسلم وبباصي وبغطي ورا المحمدي حتى لو المدير الفني ما تعليمات كده لازم اروح اعمل الكلام ده. فطبعا الحته دي محتاجه قلب ومحتاجه تعليمات ومحتاجه ان الاولاد يبقى فيه تكاتف اكتر من كده ويعرفوا ان احنا الماتشات الثلاثه اللي فاتوا اي نعم احنا واخدين 9 بونت والف الف مبروك لكن في نفس الوقت برضو الاداء الجمهور مش مطمن واحنا كلنا مش مطمنين. احنا عايزين الكره اتعملت بالاستمتاع. اوعى تقول لي بطوله من غير استمتاع. هناخد بطوله طيب كويس بس انا كمان انا بدفع تذكره وعلشان اروح اتبسط. هقول لك انا رايي بقى في اخر 5 ثواني وانت اتفضل. رايي انا اللي مخليني متفائل الحاله اللي مش كويسه بتاعت منتخبنا. احنا كمصريين لازم ندهش الناس. اذا حطيت فينا امل نخيب املك. اذا رميت طوبتنا هنوصل للبطولة. وأنا شايف إن الناس قلقانة دي نقطة في صالحنا. الأمل في القلق. كابتن عادل كنا سعداء بيك النهاردة جدا. ربنا يكرمكم متشكرين جدا. كابتن أحمد بلال دايما متألق. ربنا يخليك يا زلمة ربنا يكرمك. شكرا جزيلا لحضراتكم. دمتم للأهلي دائما ودام لكم الأهلي بإذن الله تعالى بطلا شامخا وعلى خير. نلتقي مساء الخميس القادم إن شاء الله. تصبحوا على خير ودائما النصر النصر.